مين أفضل لاعب في المغرب من وجهة نظرك أنت أدى مباريات، وأفضل لاعب في البطولة حتى الآن من وجهة نظرك كابتن تيمومي؟ شوف شوف، ما غاديش غادي ندخلوا في الوحدانيه الان. انا بالنسبه لي الفريق كامل بدون استثناء. صحيح صحيح. ولكن الا غادي تقول لي اسمو، القوه فين كاينه؟ كاينه في حراسه المرمى، وكاينه في بونو في اللاعب مرابط، يعني مرابط كابتن لاعب الفريق متوازن مع هذا 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 اداء اداء جيد وفوق الجيد. صحيح. الاداء ديالهم متزن. صحيح. نعم. كابتن محمد تيموم النجم الكبير جدا، نجم منتخب المغرب، بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك تأهل المغرب الشقيق الى الدور قبل النهائي.